تذكرون يوم فيفا اللي قبل القديمين اللي كانوا بتويتش قديم؟ خامس رابع باكج مين طلع لي؟ ليفاندوسكي. ليفاندوسكي وقتها كان على 100 وشوي، على اول ثاني باكج طلع لك لاعب هذا الشكل، العالم كلها تصدق تقول يا ابن المحظوظه ممكن اليوم يطلع لنا شيء. راضي والله راضي، شو الراب ميسي والله راضي. سمي بالله روح الالتمت، من هو ذا يا جماعه؟ مونتاج كت. شوفوا سالفه اني ابدا المقطع كانه شيء طبيعي صار واكمل ويلا مقدمه، لا كذا انا بكون قليل ادب. ليش؟ لان يا جماعه الخير والله وتالله وبالله والذي انزل القران على محمد والذي رفع السماء بلا عمد والذي بسط الارض، ان كلامكم ودعمكم في اخر مقطع ما تعرفون قديش يا جماعه اسعدني، فاسال المولى عز وجل انه يسعدك اللي قاعد طالعين. شكرا لانكم تقدرون المجهود والتعب، والله ما تدرون قديش فرحتوني يا جماعه. في بعضكم يشوف الكلمه البسيطه انها ما تسوي شيء، لا انا من النوع اللي يهمني رايك في كل مقطع، انزل واقرا واخذ بالاعتبار اي تعليق تضيفه، شيء ما يعجبك احطه ببالي. والله اني ما جاملكم يا اخوان واقول ذا الكلام صدق. وشكرا عزيزي المشاهد على كلامك باخر مقطع وعلى دعمكم يا جماعه، الله يسعدكم. ما ادري والله وش اسوي، والله العظيم اني ما ادري ايش اسوي لكم، لكن حاجه بسيطه، هذه حاجه بسيطه، راح يكون في جيف اواي يا جماعه على جوالين ايفون وعلى 2 سوني، تويتر بحسابي تحت بينزل اليوم باذن الله الليل. راح يكون في شيئين، الشيء الاول لكم انتم يا جماعه، 2 بلاي ستيشن 5 و2 جوال ايفون، راح اسحب عليه في حسابي تحت بتويتر، تابعني حسابي تحت فعل اشعارات. ومو بس كذا، في حاجه ثانيه، هذه الايفونين والبلاي ستيشنين هذه على جنب، هذه سحبها بتويتر. اترككم مع الهديه الثانيه البسيطه اللي مقدمه مني ومن اللعبه اللي بتشوفونها الان. شكرا لكم يا جماعه والله على دعمكم، والله اني اقدر هذا الشيء، ومشاهده ممتعه للمقطع. اليوم جايب لكم لعبه، اللعبه هذه يا جماعه قالوا لي يا ابو حميد امسك خذ ضبط متابعينك. طيب خذ ايش؟ خذوا هذه مني، 1 2 3، لا مو بس كذا، وفوق هذه 7000 دولار كاش لك عزيزي المشاهد. ومو بس كذا، اذا انت في الرياض انا شخصيا بروح لين عندك وباصور كذا تبغى وباسلمك جوالك بيدك. وهذا مو مني بس انا يا جماعه، لعبه انتقام السلاطين يحتفلون بذكراهم السادسه والسنه السادسه اليوم يا اخوان، وكل اللي عليك عزيزي المشاهد انك تروح للرابط اللي تحت موجود وتنزل اللعبه. طيب احمد كيف افوز وكيف يتواصلون معي وش اللعبه هذه في الاساس؟ بكل بساطه لعبه انا اوريدي اصلا محملها على جوالي، لعبه انتقام السلاطين، هي عباره عن حرب عالميه حقيقيه بينك وبين ناس اونلاين، اخوياك ضدك، تقدر مع هذول الناس تتحالف معاهم او تهجم عليهم، وتقدر تقوي نفسك بالذكاء وبالصبر وبالحنكه. واللعبه شرحت لك كل شيء بالعربي حتى لو انك مبتدئ، يعني هذه قلعتي قدامكم، اقدر افتح الخريطه واشوف الناس اللي جنبي واشوف القرى والقصور، واقدر اروح عند التحالفات واختار ناس اتحالف معاهم او انضم معاهم، اخوياي او ضدك اللي تبي. طيب احمد كيف اعرف اذا انا فزت بالجوال او بالدولارات او فزت بشيء؟ كيف؟ عن طريق حساب حق داخل اللعبه، مره بسيط. اول ما تخش اللعبه بيكون عندك حساب، في عندك زي الايميل او صندوق الرسائل يرسلونك الشركه، وباجي انا شخصيا اتواصل معاك واوصل لك الطلب. وفي الختام يا جماعه، اللعبه الان مسويه كرنفال هدايا، وعندهم عجله حظ تقدر تربح من خلالها، واذا رفعت رانكك باللعب تقدر بعد تربح جوائز، ممكن تربح 200 دولار، ممكن تربح الاف الدولارات، ممكن تربح جوالات، اشياء كثيره. ما بتاخذ منكم دقيقه يا جماعه، رابطها تحت حملوها. وشكرا مره اخرى انتقام السلاطين، وشاهدوا انت على باقي المقطع، يعطيكم العافيه. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، بدون مطولات، اخر مرة فيفا قبل 6 شهور واللي قبلها قبل سنة، يعني الان سنة جديدة واول مرة اجرب فيفا 22 في البث المباشر. يقولون انها ما تنزل الا بين فترة وفترة، ونزلت بالغلط، المصدر من واحد كذاب وما عمره قال شيء صادق، لكن بنحاول نصدقه وبنجرب الشيء هذا معاه. استخدم استراتيجية، الاستراتيجية هذه عندي بس انا، خبط، لا تقعد تقول بيطلع لي ولا ما بيطلع، خبط، ضغط تكسات وادخل واللي يجي يجي، واكبر دليل اللي ما بعد على طول كذا بضغط مربع ثم بروح هنا ثم يلا بسم الله، اللهم ارزقنا يا رحمن يا رحيم. ما ادري ايش بيصير بس يا رب، في داعي يمشي شيء امبابي، من هذا؟ روبرتو فيرماينو كويس ولا زق؟ ما ادري والله. طيب غيره؟ في شيء ثاني هنا مونت، بس بسم الله، والله يا عيال شكلي بشحن كثير وانا بس ابغى يعني اجرب حظي. لا 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 وش ذا الفريق والله، بس انه لاعب يركض. طيب الان هذا كجاير بودي زباين. طيب باكج هذا رقم 5، ابغى نار زياده يا اخي عشان اتعلم اتبعد نفس الزباله، طلع لي مرتين. لا طلع صدق الموضوع يضغط اذا يعني قاعد تدفع وكذا، يعني في ناس مساكين يشحن لك مره بالعمر. يركض يركض يركض. مين؟
اسمه صعب. سيزني هو كم سعره؟ دق والله ينعن ام الحب يعني يقدر يجيني حارس يا رب. مع واحد طارف كذا زاب من تحت. الله يا كجا وام السالفه كان على وراي كل شوي. 7 مليون ايش؟ الله ياخذ 82 لوكاتيلي. الله لا يوفق. فرحني مره والله فرحني مره. كم سعر لوكاتيلي؟ السلام عليكم. كيف 93000 سعره؟ نقل كوينز، في ناس تنقلون كوينز. الله لا يوفق ابليسهم. فرحوني حسبي الله عليهم والله اني فرحت. كم سعره يا عيال مبابي لو تحب السماء؟ من هذا؟ كريزمو كازيميرو. 88 كم يسوى؟ كم يسوى؟ كم؟ يا رب يا رب يا رب فرح قلبي. يقول انك فوق 50000 فرحني سكه فرحني. زق يا زق التو بعتبر يا رب العبر يا رب العبر. ليزي مانشستر يونايتد ماجيوري 50 ابراهيم اسرع منه والله يا راي. لو ابغاك تجيني بس انوار حمراء طيب واطلب وتمن تفتح بس كيف بيجيك مسعود ايش عندك؟ قسم بالله قسم بالله يطلع لك الحين ايتو اعور شيء ما عصى الله يفتحها. من هذا حق مساج ابوي فلبيني ذا صح؟ وين يا ابوي؟ بنحول درافت. خلنا نحول درافت. خطتي اللي انا العب فيها ومتعود عليها هي موجوده 4-5. لا هذه 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 معلش بس في اشياء يعني ب اول جيم لي في 22 يا علاوي. والله يخوف. لا 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 هديها دندن يا صلاح مول يا صلاح غني يا صلاح اضربنا يا صلاح الدنيا لو كسرت لي مانيش مغلوب ومدات قالت في امها لازم اعيش في غنى الفاس لو من ذهب عمره ما زاد محمد صلاح عيد هذه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا 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 اللاج والله يوفق اللاج. محمد صلاح يا ابني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اقعد سحب لما توصل بيت امه وادخل الجول يلعن ام الضغط. والله ضغط ادري ان في ناس انقهرت كثير ادري فيا يا معرق. والله مط ادخل امه ثانيه ما ادري ايش يصير بعدها. الله يلعن ام اللاج ويلعن ابو منور ده. لا تخلطني الله يخليك اقلها. تكفى يا ماني تكفى. لا تسحب احمد احمد تكفى. لقمنا كثير بلعنا كثير ناس كثار شقونا لكن وصلنا لمرحلة لازم نغير. أبغى أحس بشعور القوة. أنا ما أعرف له تعطيني تشكيلة ضعيفة وقبلني واحد فنان ما أقدر. لازم أوصل لمرحلة التغيير مرحلة أشعر فيها أن عندي رجال عندي ناس تعرض الملعب حرف. الخطة يا جماعة تشوفونها أمامكم 4-3-3 2 سي دي ام 1 سي ام 1 ستي و ال دبليو ار دبليو أربعة دفاع كالعادة وكالمعروف. ممتاز ممتاز. نبدأ أول شيء بالظهير اللي صار عندنا اخوتي واخواتي
حاجة بسيطة جميلة معروضها لا تعرف. مندي 92 سرعة، مندي ظهير يسار أحتاجه بتستلب التمنى أمام. عندنا المدافع الأيسر اللي راح أحتاجه برضو اليوم معاي في التشكيلة، اللي هو فاران. فاران يا أبو حميد فاران، شبكنا فرنسي مع فرنسي، واحد بالدوري الإسباني واحد بالدوري الإنجليزي. المدافع الثاني اللي راح أحتاجه برضو معاي اليوم وراح يكون ما صعب الصدق، ماركي، والله ما ادري من هو هذا، ماركينيوس اللي هو يكون المدافع الثاني معاي. ومعانا الظهير اليمين واللي معروف لا يعرف وجربناه، اسطوره الركض في الملاعب، حكمي. ها حكيم، حكيمي اسمه، هو حكيمي اللي هو سبت حكيمي. يحتاج للتشكيله هذه واحد يربط بين الدفاعات، يربط الشباب مع بعض. لازم عشان نربط الدوري الفرنسي مع الدوري الانجليزي يكون معانا مين؟ يكون معانا ليجند اعزائي الساده المشاهدين اللي هو فان دير سار، قلب لا هذا مو قلب، هذا حارس. فان دير سار بالدفاع طاقه 89 عشان اربط المدافعين وارفع التناغم عندي. الى الان الامور طيبه، لا تقول اوف، اصبر عزيزي المشاهد، والله اني مخبي لك في جعبتي الكثير. الى الان كل اللي تشوفه اشياء طبيعيه. سي دي ام فرنسي بالدوري الانجليزي، كانتي اول سي دي ام معانا راح يكون يسار، والسي دي ام اللي راح يكون يمين. ازاي الساده المشاهدين؟ الظاهره رونالدو، ازاي الساده المشاهدين رونالدو اول واحد اليوم. ما خلصت صاحبه معانا وني خلصت. لا اللي كانت امنيتي انا، قولوا اسمه، عرف اللي كنت اقوله بلعب فيه وفقدح كان يقول لي تخسي مين خساني عديم الرقبه. امبابي، نعم امبابي. بالال دبليو الكره التي لا تسطر، نيمار اعزائي الساده المشاهدين. لكن في تغيير بيصير في الخطه الان، وحط بالال دبليو اللاعب اللي انا ما ادري بوين جانا، جينولا. طاقاته تخوف، بس اول مره اشوفه الصدق، طاقاته مرعبه جدا. 92 مراوغه اللي هي السرعه، 190 دريبلينج، اللاعب يخوف. بس الغريب انه ليش قط لي نيمار يمين؟ هذه التشكيله اللي هو بناها. لكن انا التشكيله هذه يا جماعه الخير مي بالتشكيله حقتي، هاي تشكيله الرجال اللي قال ابشر فيه. اوكي تعال، روح يا رونالدو، روح. امبابي تكفى يا امبابي. اوه يا خولي تكفى دبي، وش السبب؟ ارجع. الامباب ايها الاخوه، الامباب هذا هو امباب يا جماعه، لكن ما راح اتانن وبسدد له. انا غلطت من البدايه. عندنا الخير، عندنا جيب الكره ثاني هنا فوق، مره ثانيه رجع هوليت فوق، سحبه معلم، سحبه معلم. يا سلام. هو لا لا في الامه هاي ابو شايع تكفى. الله يستر، والله ما ابغى اجيب جول. الله يستر، يلعن ام الجول السوالف، يلعن ام الجول السوالف. لعب. والله هذا ايزي. لا والله شخبطته، والله يا عمري كتاكا باصات. ابغى متعه يا نيمار، ابغى متعه. دف له قدام، شيل اشوفك يا ماني. امتعني تكفى امتعني على الوسط، تكفى يا اخي. خذ هذه طيب. خذ هذه، هذا واحد.
هذا واحد كمل. حلوه العن ابو هدفك الشلكوكه. روح طلع حارس مرة ثانية يا طقعان زين وبيجيك الرابع ولا أحلق شنبي. برافو روح يا نيمار، روح شق يا نيمار، شق يا نيمار، رابعي طرش على النار. نيمار أكبر غدار، نيمار يقهر الألمان، نيمار الله يروح. يا قلبي انا ليش انعطى؟ انا ما انعطى ليجند يا جماعه، انا ما انتي ويخب علي والله، نيمار ما انتي وخسي زياده. صفر يا حكم، صفر يا ابوي. جيجي الى هنا يا جماعه وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى استمتعتوا، لا تنسونا من اللايك وراعي التشكيله حساب تويتر وقناه تحت. الله يسعدكم، ترى فنان مره الولد ويلعب، تابعوه، واذا تبون فيفا زياده اكتبوا لي تحت في الكومنتات من عين اليمين قبل يسار. السلام عليكم.